الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، حتى تتمكنوا من اغتنام هذا الشهر الكريم واستثماره في طاعة الله وفي مرضاة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بالتقليل من مخالطة الأنام، مخالطة الناس، إلا لضرورة شرعية أو لضرورة حياتية. وابحثوا عن أناس يقربونكم من الله ويقربونكم من سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون شعار الواحد منهم هلموا بنا نؤمن بربنا ساعة. أما الذين يشغلونكم ويحجبونكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا داعي لصحبتهم ولا لمجالستهم، لا في رمضان ولا في غير رمضان، ولكن البعد عنهم يتوجب ويتأكد في هذا الشهر العظيم، لأن المسلم لا وقت عنده في هذا الشهر يضيعه في كلام لا قيمة منه ولا فائدة فيه. وكما يقول الشاعر: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهزيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. أحبتي في الله، ابحثوا عن رفقاء الخير، رفقاء البر، الذين يأخذون بأيديكم إلى الله ويساعدونكم في الوصول إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يساعدونكم في العبادة والطاعة والذكر والفكر. ما عدا ذلك من الخلق فعليكم بالتقليل من مخالطتهم حتى تغتنموا هذا الشهر العظيم، وتذكروا: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ودائما على الخير نلتقي وبالحب نرتقي.